احنا نتكلم المؤسسه العسكريه خطيره جدا. الحلبوسي نفسه ما استغل دوائر الرمادي، ما استغل دوائر مو عسكري، مو مؤسسه عسكريه يا اخوي. بشرت الاراضي وفضيحه نتكلم اذا يعني هذا استخدموه كلهم، كل السياسيين وزعوا طابوات ووزعوا قطع اراضي. هذا واحد هذا رئيس هو نفس الشيء. لا 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 شنو نفس الشيء، نفس الشيء ما عنده صلاحيه. لا تجاوز على صلاحياته، ما استخدمه الرجل. الرجل هو سيدي مال رئيس وزراء. تقصد المالكي وزع سندات؟ هذا رئيس وزراء وان المالكه وغير المالكي. لا منو اللي وزع سندات؟ كثير كثير منو كثير نواب كثير ما كنا ما عنده صلاحيه يا اخي. كثير اخذ صلاحيات وهذا تغطي على الفساد بهذا. لا تبرر دكتور حيدر، لا تبرر للخطأ. لا انت تبرر للسرقات والخطأ.